أيضاً في حضن الوادي تخفو قرية وادي القلع على مشارف السهول وبين الينابيع العذبة والشلالات الساحلية النادرة الدافئة، وهي تفاخر بطبيعة خلابة تجذب السياح وتشجع السياحة وتعد إحدى مناطق الاستشفاء الطبيعي. سميت القرية بهذا الاسم نظراً لكونها تقع في واد عميق نسبياً، حيث تسمى الأراضي الزراعية المستصلحة في هذا الوادي اصطلاحاً بالقلع، لذلك سميت وادي القلع، وهي كقرية عمرها حوالي 500 عام تقريباً، أما كمنطقة مأهولة بالسكان فهي أقدم من ذلك بكثير، والدليل وجود قلعة المنيقة الذي يزيد عمرها على حوالي 1200 عام، وهي القلعة التي احتضنت الثوار خلال الاحتلال الفرنسي. هي قرية جبلية تابعة لمدينة جبلة في محافظة اللاذقية، وترتفع حوالي 700 متر عن سطح البحر. جمالها جمال الطبيعة، تبهر الأعين بسحرها وشلالاتها وينابيعها الطبيعية الباردة التي تنساب بين الصخور، وتشعرك بشعور خاص من هذه الينابيع نبع استير ونبع العين البعيدة وغيرها. وعبر تناغم فريد في وادي القلع تتساقط المياه مكونة أروع وأبدع المشاهد على الإطلاق، في شلالات لا مثيل لها عبر الجرف الصخري والممرات وسط الطبيعة الجميلة.